ولمناقشة موضوع المنافذ الحدودية في العراق وطرق التهريب في الأنبار بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. مرحبا بك معنا سيد حاتم. حياكم الله، مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الطرافي. أهلا بكم. يعني كما هو معروف، أموال المنافذ الحدودية لأي دولة تعد أحد أهم الموارد المالية المهمة لخزانة الدولة. لماذا تصر الميليشيات على السيطرة على تلك المنافذ؟ نعم، بداية دعني أقول بأنه أن هذا النظام أصبح هو شريان الحياة بالنسبة للأحزاب الفاسدة والجماعات المسلحة ولإيران أيضا، التي ترى في العراق الرئة التي تتنفس منها الآن في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وبذلك أصبحت فصائل ميليشيا الحشد الشعبي الموالية لإيران تحترف موضوع التمويل الغير مشروع، وازدادت هذه الشبكة نشاطا بعد أن فرضت العقوبات الأمريكية على إيران. فالحدود العراقية الإيرانية هي حدود طويلة جدا، تمتد إلى أكثر من 1458 كيلومتر، وهذه المعابر جميعها تقريبا خارجة عن السيطرة الحكومية منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا، بحيث واقعة تحت تهديد السلاح لميليشيات مسلحة هيمنت وسيطرت على هذه المعابر، بالإضافة إلى المعابر الأخرى الموجودة باتجاه سوريا. وحتى الموانئ البحرية هي خاضعة لسيطرة وهيمنة الميليشيات التي أعدت طرق غير رسمية للتهريب بكافة أنواعه، سواء كان سلاح أو كان حشيشة أو كان جميع السلع الأخرى التي تخضع لعمليات التهريب على طول الحدود البرية والبحرية للعراق. الأمر الذي يستنزف ثروات العراق الغارق بالخلافات السياسية والفساد المالي والإداري والسلاح المنفلت. يعني آخر الإحصائيات التي كشفتها الإحصائيات الرسمية بأن أموال الدولة العراقية المهربة منذ عام 2003 ما يقارب 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32% من إيرادات العراق خلال 17 عام. نعم. لذا فالوضع بشكل عام وضع معقد ومتشابك نتيجة استمرار عمليات التهريب رغم الوعود التي أطلقتها حكومة الكاظمي بالسيطرة على هذه المعابر. نعم. فاينانشال تايمز البريطانية ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك سيد حاتم، وهو قولها أن سيطرة الميليشيات على طرق التهريب في تلك المناطق هي سيطرة واضحة، وتعتقد الصحيفة بأن هذه الميليشيات تستفيد من كل طرق التهريب إلى جانب المنافذ أيضا الحدودية الرسمية المعروفة. إلى أي مدى تعتقد أن الصحيفة أصابت فيما ذهبت إليها؟ نعم، لا شك أكيد بأنه هذه المافيات الفاسدة لها طرق كثيرة للتهريب الذي أدى إلى نشوء نظام استيراد موازي للمعابر البرية والحدودية والبحرية التابعة للدولة، وإن كانت بشكل يعني نستطيع أن نقول شكلي. فالأحزاب والمجموعات المسلحة تسيطر على كثير من هذه الطرق والمعابر الحدودية، وهناك معلومات تشير إلى أن وجود ميليشيات مسلحة تسيطر على غالبية نقاط الدخول بشكل غير رسمي، وهي تابعة لأحزاب وفصائل تنتمي إلى الحشد الشعبي والقوات الأمنية، علما بأن هذه الفصائل لديها مكاتب اقتصادية تعمل في المعابر الحدودية بحيث أصبحت مكاتب رسمية. لذلك نجد بأن الكثير من المستوردين الآن يفضلون التعامل مع هذه المكاتب على التعامل مع مكاتب الدولة، بحيث يصبح هناك تجاوز كبير للإجراءات الرسمية إذا تم التعامل مع هذه المكاتب. لذلك يلجؤون إلى التعامل مع هذه الميليشيات للتخليص الجمركي، والذي نعم. غالبا ما تكون هناك وساطات من قبل هذه الجماعات للترويج لمثل هذه العمليات. أين القوات الحكومية وأجهزة الدولة من كل ذلك؟ نعم، لا شك الجميع يعرف بأنه من يسيطر ويهيمن على الوضع العراقي هي ميليشيات الحشد الشعبي التي سيطرت على هذه المنافذ منذ زمن طويل، وأصبحت تتربع على قمة الفساد في هذه المنافذ، علما بأنه حتى الحملة التي أطلقها الكاظمي وقام بتبديل بعض المنافذ الحدودية، تبديل القوات، هو عملية استبدال ميليشيا بميليشيا أخرى. فمثلا ميليشيا مندلي، أقول معبر مندلي تسيطر عليه ميليشيا بدر، معبر زرباطية تسيطر عليه ميليشيا العصائب، الشلامتة تسيطر عليه ميليشيا العصائب. لذلك أنا يعني هذه المعابر جميعها هي مقسمة ما بين هذه الميليشيات،
وهي تتناوب السيطرة عليها، وبعلم الأجهزة الحكومية التي فقدت القوة والسيطرة على مواجهة هذه الميليشيات للسيطرة على هذه المعابر. نعم، الصحيفة أيضا تتحدث عن دور كبير للميليشيات في التهريب في منطقة الأنبار تحديدا، وهنا نتساءل عن الدور الذي تلعبه إيران في سيطرة الميليشيات على طرق التهريب بصفة عامة. نعم، لا شك بأن الحدود، أنت تعرف الحدود العراقية مع سوريا هي حدود طويلة وكبيرة جدا، ولا يمكن لهذه للقوات الحكومية أن تسيطر عليها مع وجود ميليشيات تعمل في الداخل السوري وميليشيات تسيطر على الحدود العراقية، وبالتالي أصبحت هذه الميليشيات نافذة بشكل كبير جدا، بحيث أصبحت مثلا منفذ القائم الذي يقع على الحدود السورية، منفذ القائم تسيطر عليه كتائب حزب الله وتمتلك منفذين، منفذ السكك البري الذي يوصل إلى سوريا، ومنفذ السنجك الذي يكون هو عبر النهر باتجاه بنينة الباغوز السورية، وبالتالي هذه الميليشيات سيطرت طوال الفترة الماضية على هذه المعابر، وأخذت تنسق مع الميليشيات حتى الميليشيات التي تعمل بإمرة إيرانية، وبالتالي أصبحت هذه المنافذ هي معروفة ومخصصة لهذه الميليشيات لأغراض التهريب، والقوات الحكومية لا تستطيع حتى أن تمنع هذه العمليات حتى وأن رأت هذه العمليات في وضح النهار، لأنها تعرف بأن السطوة والقوة لهذه الميليشيات كبيرة جدا في هذه المناطق، لذلك أنا أرى بأنه القرار في مسألة السيطرة على المنافذ الحدودية هو قرار سياسي بامتياز، ويجب على الحكومة أن تأخذ بزمام الأمور لمواجهة هذه الميليشيات ولو كانت بالقوة العسكرية، لأن بقاء هذه الميليشيات مسيطرة على هذه المنافذ بمعنى ستبقى هناك استمرارية لعملية التهريب وما إلى ذلك من أمور أخرى تقوم على الحدود ما بين سواء العراق وسوريا أو العراق وإيران. العقيد الركن حاتم الفلاحي، باحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسام، شكرا جزيلا لك.